وهذا الدعاء المنقول عن الحسن البصري رحمه الله: يا صاحبي عند وحدتي، ويا ولي نعمتي، ويا إلهي وإله أبائي من قبل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، أغثني يا رب. هذا الدعاء ينسب إلى الحسن البصري رحمه الله وله تتمة: أغثني يا رب بحق كافها يا عين صاد، ويا رب طه وياسين والقرآن الحكيم، رزقني رأفة الرجل وعطفه، واصرف عني أله ومعرته. وذلك أن الحجاج أراد أن يقتل الحسن، فلما أقبل الحسن تلطف له الحجاج وقال: أنت سيد العلماء، وعطره. فقاله من في المجلس: ماذا قلت؟ فقال: هذا الدعاء. وهذا الدعاء المنقول عن الحسن البصري رحمه الله تعددت الروايات في نقله، ولذلك من بين الجمل التي فيه عندما نقل هذا الدعاء: يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته بردا وسلاما عليه كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. ومثل هذا الأثر فيه مطعن في متنه، فلا يظن بأن الحسن البصري قال هذا الدعاء أو قال تلك الجمل الموجودة فيه، ففي بعض الجمل لا يصح أن تنسب إلى الحسن، منها: يا رب القرآن العظيم، ويا رب طه وياسين، كيف والقرآن منزل غير مخلوق؟ ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما كما في الأسماء والصفات البيهقي، وفي أيضا الشعب عند البيهقي، وفي الإبانة الكبرى لابن بطة، أن ابن عباس لما وضع ميت في قبره قال رجل: اللهم رب القرآن اغفر له، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: مه، لا تقل له مثل هذا، منه بدأ ومنه يعود، يعني القرآن. ولذلك في الرواية الأخرى قال: ثكلتك أمك، إن القرآن منه، يعني هو كلامه جل وعلا وليس مخلوق، وهذا ثابت عنه رضي الله عنه. ولذا قال السيوطي في الآل المصنوعة، قال: رجاله ثقات،